مدير التربية والتعليم والعشرين تلاتين سؤال بتوع كل شهرين تلاتة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا عمرو. الحمد لله. الأول طمنا على الإعدادية، أنا عارف إن هما بيمتحنوا دلوقتي. والله الإعدادية أنت عارف بتحصل على مستوى المحافظات أو المديريات المختلفة، وبتبقى مسؤولية المديرية بتدار بطريقة لا مركزية، فبيبقى مسؤول عنها طبعا مدير المديرية ومعاه بيتابعوا السيد المحافظ في كل مديرية على حدة، وإحنا بنتابع لو احتاج الأمر أي حاجة مساعدة من ناحيتنا، بس الأمور ماشية بصفة عامة. طبعا حاجات الموسمية بقى إن هو في امتحان، لا ده صعب وده سهل. هم كانوا بيعترضوا على الهندسة، بيقول هندسة طويلة. ما هو بص القضايا دي بتحصل كل سنة وفي أسلوب للتعامل معاها، فإحنا ياريت كلنا بقى نحفظه وما نقلقش ولا حاجة. هو في بيحصل تحقيق مباشر على الأرض وبعدين بيجي لنا وبنشوف، نعمل عينة عشوائية من أي امتحان في نوع من الشكوى، لو لقينا بعد ما نشوف 500 إجابة مثلا أنه في مصداقية لهذه الشكوى بنتعامل معها طبعا وبنعدل النتيجة لمصلحة الطلاب، أو لو ما فيش مصداقية بيبقى الأمر كما هو عليه. في الحالتين مصلحة الطالب هي اللي تهمنا وبنبص فيها فورا، مفيش أي مشكلة يعني إن شاء الله. دكتور طارق، إيه خريطة الطريق الأيام الجاية؟ أنا فاهم خلاص هنبتدي نجهز ناخد الأرقام، يعني خلاص سينطلق القطار بتاع الثانوية العامة. والله الثانوية العامة السنة دي عمرو فيها حاجات غير مسبوقة كتير، يعني هي دي أول مرة نعمل ثلاث امتحانات تجريبية لهذا العدد من الطلاب قبل الامتحان الرئيسي، وده طبعا جهد هائل بالنسبة للوزارة وللدولة. يعني احنا عملنا اثنين والثالث ان شاء الله اعلن عنه النهاردة، يبقى يوم 21/6 اعتقد لو انا فاكر صح، وعاملينه بطريقة متناسبة مع وجود كورونا وكده، فهيجوا المدرسة يوم واحد يجربوا التكنولوجي اللي اتكلمنا عليها ويكملوا بقية الامتحانات من البيت. الهدف منه ده التعرف على شكل الاسئلة بدقة اكبر، وبعدين الامتحان النهائي هيبدأ 10/7 وينتهي 2/8 بإذن الله. قلنا بقى التفاصيل كلها النهاردة، وطبعا حضرتك عارف كان في لقاء مع السيد الرئيس، بنشكره طبعا على الوقت اللي ادهولنا وعلى اهتمامه بأدق التفاصيل، ويعني قلنا النهاردة كل المخرج بتاع قرار الدولة بقى ككل طبعا بقيادة السيد الرئيس وبعدين دولة رئيس الوزراء وكل زمايلي الصحة والداخلية والتعليم العالي وكلنا قلنا هنعمله ازاي بحيث نريح الأهالي قدر الإمكان من أي قلق عندهم قدر الإمكان. فديناهم الحقيقة أسلوبين متوازيين لأول مرة في الامتحان، الطالب يختار اللي يريحه، يعني هنديله التابلت والنظام الالكتروني بالكامل بما في ذلك الاجابات وتصحيحها، ده نظام كامل ممكن الاعتماد عليه لوحده، وبالتوازي معاه هندي الاسئله مطبوعه كمان وبابل شيت عشان نصلح بطريقتين غير بعض، حتى يبقى فيه يعني مجموعتين من الاجابات بيتم المقارنه بينهم، فده يريحهم من مخاوف كتير قوي حضرتك سمعت عنها في اخر سنتين، لان اللي كان نفسنا فيه من اول 2018 هو ادراك مغزى التطوير اللي هو ارتبط للاسف بالتابلت كجهاز اكتر من اي حاجه. فاحنا بنحاول النهارده نقول يا جماعه المشكله مش في التابلت والله، ولا في الكتابه على الشاشه ولا ورقه، هي القضيه ان احنا بنسال اسئله بتدور على فهم الطالب، مقدار فهمه، عمق فهمه لمخرجات التعلم، وليست ان المساله اللي في الكتاب يعني بنجيبها زي ما هي كده ونحفظها ونرجع الاجابه. فده اختلاف كبير، وعشان كده ده نظام كتاب مفتوح، وعشان كده غيرنا حاجات كتير، ولكن الاهتمام كله انصب على التابلت والشبكه والسيرفر وبتاع. فالنهارده احنا وصلنا للمحطه الاخيره، الطلاب اللي دخلوا في 2018 بقوا في ثالثه ثانوي، المفروض ان هم شافوا النوعيه دي من الاسئله على سنتين وهم بيمتحنوا كده. ودي الثالثه، فده مش جديد عليهم، وطبعا جديد على الاهالي، والاهالي القلق بتاعها منصب على فكره يا ترى بالطريقه الجديده دي ولادي هيجيبوا المجموع اللي انا كان نفسي فيه ويخشوا الجامعه. فانا بحاول اقول لهم دخول الجامعه بيحصل بطريق بمنافسه بينهم وبالنمر النسبيه اللي بيجيبوها، يعني انا فين من زمايلي، وعشان كده السنتين اللي فاتوا لما كنا بنطلع النتيجه بنطلعها في صوره بارز عليها الوان، ما بنحطش ارقام، بنقول انا فين من المتوسط وانا فين من زمايلي، كل ما طلعت فوق في الخط ده بالنسبه لزمايلي هبقى موقفي قدرتي
في التنسيق على تحقيق رقابتي اعلى. بغض النظر بقى انا الرقم اللي جبته هو اللي هو 80% ولا 95، مش دي النقطه. النقطه التنسيق بيختار من فوق لتحت. ف الامتحان الحالي عاوزينه ما يلاقوش خالص على فكره دخول الجامعه. نرجع للموضوع بتاع كل سنه. حضرتك النهارده اكدت انه احنا ما نعرفش الامتحان، لان الامتحان بيتعمل بالكمبيوتر، وانه مش هيكون في فرصه لتسريب الامتحان او شو من او مين فين والحواديت دي كلها. ممكن نشرح للناس ايه الاجراءات اللي انتوا واخدينها علشان تامين الامتحان؟ لا، ما دي اسرار عسكريه دي عمر. بص، الامتحان الالكتروني له طبيعه خاصه طبعا، اللي هو بيجيبوه من على التابلت ده صعب طبعا تسريبه، لانه بيتعمل قبلها على طول. احنا الوزاره من سنوات، يعني من اول 2016 2017 ما حصلش تسريب خالص. احنا بقى في اشراف كامل من جهات سياديه على طباعه ونقل وتوزيع الورق، بيتم بطريقه يعني عليها اشراف كبير دقيق جدا. المشكله اللي هي بتحصل كل سنه فكره الغش الالكتروني، للاسف ان بعض الطلاب عدد قليل بيحاول يخش التليفون ويصور الورقه ويبعتها لاصحابه عشان حاجات زي كده. ولكن في ضوابط كتيره جدا معموله في الطريقه بتاعت الامتحان السنه دي هتخلي ده صعب جدا، وفي اشراف بتعاون كبير مع وزارات اخرى في عدم دخول الموبايل، وفي كاميرات في اللجان لاول مره. كل لجان هيبقى فيها كاميرات بتسجل ما يحدث داخل اللجنه. واجراءات بقى على ورق الاجابه ورق الاسئله وعلى الشاشه هتخلي ان اي حد هيقدم على حركه زي دي هيتم الوصول اليه بسرعه من الاجهزه اللي معانا في غرف العمليات. وفي قانون غش جديد فيه عقوبات مغلظه الحقيقه، فاتمنى ما حدش يعمل كده ويندرج تحت الغش والاخلال بنظام الامتحانات سواء في المدارس او في الجامعه. على فكره القانون ده تم اقراره في البرلمان. اي حد يعمل هاكينج للتابلت او يحاول يشغل السيم كارد عليها او الحاجات الممنوعات دي، ده هيعامل معامله اللي بيغش كمان. يعني اي حاجه تحت عنوان الاخلال بالامتحان. ف اعتقد هيبقى فيه انا مش فاهم برضو مع نظام الامتحان الجديد والاوبن بوك وال يعني والمعلومات وكل الكلام ده، هو ليه محتاج يغش برضو؟ هو اصبح مرض عند بعض الطلاب الحقيقه للاسف، ودي ظاهره اجتماعيه بقى محتاجه دراسه، لدرجه ان احنا لما بنعمل امتحان تجريبي فالولد بيروح يغشه مع انه احنا مدينه له في البيت. يعني نقول له حبيبي انت طلبت فرصه تتمرن جايبها لك بتغشها، طب ما انت كده ما اتدربتش. فهو في خلل، او في بعض الاولاد مش عاوزه بقى تتعلم فبتحاول تصل ترضي اهلها او حاجه باساليب ثانيه. انما الغالبيه العظمى حريصه جدا على التعليم، اعتقد عدد قليل اللي بيعمل كده. ان شاء الله تمشي كويس ونتفادى الحاجات دي حرصا على تكافؤ الفرص، لان الولاد اللي تعبوا ما ينفعش ابدا ان حد يغش وينجو بفعلته، يعني لان ده هياخد فرصه حد ثاني. احنا عرفنا كمان انه تم تطعيم الناس اللي هتبقى شغاله على المراقبه والمدرسين اللي هيشتغلوا في هذا الامر. ايه اخر التطورات في هذا الموضوع؟ والله ده موضوع مهم حضرتك اثرته. انا اولا بشكر طبعا دوله رئيس الوزراء وزاره الصحه وكل زمايلي في الحكومه، لان هم وافقوا على ان المعلمين والاداريين اللي هيشرفوا على الامتحانات يبقى ليهم اولويه في المدارس والجامعات. وحضرتك عارف كلنا يعني نفسنا نطعم الناس اللي بيشتغلوا معانا، فكل زمايلي الوزراء برضو كل واحد بيهتم بكده. ففي ضوء ان في اولويات، الحكومه اعطت اولويه للساده المعلمين المشتركين في الامتحانات، وده ماشي في كل المديريات وكل المحافظات، ويبقى كلهم ان شاء الله متطعمين قبل الامتحان ما يبتدي. يعني حضرتك طبعا النهارده كنت في المؤتمر الصحفي واحنا اتكلمنا 10 12 مره، بس لسه حكايه ورقي ولا الكتروني، ولسه حكايه التصحيح هيبقى يدوي ولا الكتروني، كل هذه الاشياء بتتسال 20 30 مره رغم وضوحها. قلنا بوضوح يا عمرو، التصحيح الكتروني ايا كان طريقه اجابتك، احنا مدينك اثنين سيستم تشتغل بيهم. حضرتك معاك تابلت بتخش تاخد امتحان الكتروني، اجاباتك بتطلع على السحابه وبتتصلح بسوفت وير مخصوص، ده نظام نمره واحد.
ده الكتروني بالكامل، مفيهوش بشر خالص. ليه؟ لان مفيش اسئله مقاليه، فالاسئله كلها الكمبيوتر يصلحها لوحده. فده اول نظام. لو انت قررت تقرا الورقه المكتوبه وتحل على البابل شيت، البابل شيت مفيش برضه تدخل بشري، بيخش في سكانر بيعدي نتيجه السكاننج او الصوره اللي طلعت على سوفت وير بيصلحها من غير تدخل بشري. فالتصحيح الكتروني قولا واحدا ايا كان طريقه اجابتك. دي نقطه مهمه جدا. عندك وسيلتين تدخل الاجابات، واحنا تاركين الموضوع اختياري. نصحنا نصيحتنا للولاد وهنخليهم يجربوها في يونيا، انه بصوا يا جماعه احنا بنعمل لكم حاجه غير مسبوقه، كان ممكن نديكم واحده من دول، يعني ايه اللي خلينا ندي اثنين؟ ولكن تامين، اولا بنحاول نشيل منهم الخزعه بتاع ان حاجه تمشي غلط. فقلنا لهم خلاص ما فيش حاجه تقلق عليه خالص، انت دايما معاكي ورقه الاجابه. اول ما تبتدي الامتحان حضرتك اكتب اسمك على ورقه البابل شيت اللي هو يمثل ورقه الاجابه، وبص في الاسئله. انت حر بقى تبص على الشاشه، هتدخل على الامتحان الالكتروني الاثنين مفتوحين قدامك. حضرتك اكتب الاجابه في الاول على البابل شيت. ليه بنقول كده؟ بنقول كده علشان هو كان طول الوقت بيقول لنا انا خايف من الالكتروني انه الكهرباء تقطع السيرفر يقع الشبكه تقع. فبقول له ابتدي بتامين نفسك بكتابه الاجابه بتاعتك، سود الدايره الصح في السؤال المتعدد الاختيارات على البابل شيت. وزياده في التامين، ودي نصيحه، حط اجابتك على التابلت كمان، لسبب لان الاجابه على الورق بيسود دايره. انت عارف الاسئله في الامتحانات بنبقى متوترين، ممكن الولد يقرر ايه ده انا اجبت غلط، لا انا رجعت غيرت رايي، انا كتبت الف وانا عاوز اكتب جيم. هيبتدي يشطب بقى اللي هو عمله وبعد كده يكتب جيم. فبعد شويه هتلاقي ان البابل شيت لو هو متوتر هيبقى كله شطب وكده. فعشان ما يقعش في مشكله انه ايه ده انا عملت كده وخايف بقى ان السوفت وير ما يقراش اجابتي صح، بنقول له طب اكتب اجابتك بيضها على طول وانت بتعملها على التابلت، وهنديك وقت كفايه تعمل كده. هي ثانيه على فكره، هو بيختار بكليك، يعني مش بتاخد وقت ولا ما بيكتبش، وبيكليك بيختار بين الف. الله العظيم الاجيال ديت حظها حلو، ده احنا كان بيطلع عنا نملى الملزمه دي من اولها لاخرها. يا ساتر، تخيل انك مديله حلين وبتقول له احنا كان بيطلع عنا وموضوع تعابير يا ساتر. لا طب انا اقول لك حاجه، احنا كمان بنقول له ده جيل الكليك، كليك بس وكليك على الشاشه، هيبقى عندنا اجابتين بتوعك وهنطلع نتيجتين من سيستمز غير بعض في اماكن غير بعض ونقارنهم ببعض. لو لقينا اختلاف بين النتيجتين اللي الكمبيوتر طلعهم هنبص ورقتك وفي اجابتك وهنقرر اذا كان في حاجه السيستم غلط فيها عشان كمان نصلحها لك. يعني زياده في جوده نتيجه التصحيح. فيعني كل الحاجات المفروض مريحه ليهم جدا، وعشان كده نصحناهم حط اجابتك في البابل شيت وبعدين بيضها مباشره في التابلت تبقى قاعد مطمئن. اكيد. وبعد كده طبعا جالنا السؤال اللي هو مشهور دلوقتي في كل حته، وانا لو جاوبته هنا وهنا هتاخد انه اجابه؟ الاحسن. فانا ضايق، لا مش هناخد الاحسن. ده لازم نوضحه. احنا هنكتب تعليمات واضحه بعد كده، بس حضرتك عارف الامتحانات متعدده الاختيارات، لو اخترت اكتر من اختيار الكمبيوتر هيديله صفر. ولازم يختار اختيار واحد. لانه يعني هنا ما يختارش الف وهنا يختار ب، واحنا بقى ننقي بقى اختار ازاي؟ ما احنا كده مش هننقي. هو بيعمل كده لان كانت في عاده قديمه اكتب اجابتين لو محتار واحنا هنديك الصح. فيبقى خد اتنين من ثلاثه حلوين برضو. لا ده ظلم للاخرين، فكلنا متفقين الاجابه الصح هتاخد عليها نمره واي اجابه ثانيه هناخد صفر، فالسؤال يا واحد يا صفر. ماشي؟ لو مليت الدايرتين الكمبيوتر هيديك صفر. وبالتالي احنا امتى بنقول التابلت هتبقى مرجع؟ لما يكون في مشكله، احنا جربنا عملنا البابل شيت وصلحناه وطلعت النتيجه، في حته البابل شيت السكانر قال والله الراجل مشخبط هنا جامد جدا، انا مش عارف بقى هو قصده ايه. فهنروح نشوف في المرجع هيبقى التابلت. هنرجع بقى للتابلت نشوفه عمل ايه، ولكن اذا اكتشفنا ان الطالب ده كان ماشي على 50 سؤال بيكتب اجابه على الورق غير اللي كاتبها على التابلت هنعتبر ان هو بيتحايل علينا بقى. أيوة. انما لو كان ده حصل مره واحده هنعتبره لا هو كان متردد ما كانش قصده يتحايل، فهنرجع نعتبر
هناخد له الإجابة الصح. لو كان كتب الإجابة الصح على التابلت يبقى حررناه من القلق إن اشتخبطها تجيب نتيجة. بس السؤال اللي الناس بتكرره ده بتاع واحد عاوز يتحايل على السيستم، فإحنا بنقول لهم بلاش بقى نكرر السؤال ده، حضرتك ابذل مجهود تديني بابل شيت نظيف، وبدل ما تكتب وتشخبط اكتب يا سيدي بقلم رصاص الإجابة لحد ما تتأكد منها، يبقى سودها بس ما تقعدش تسودها وتشخبط، وفي نفس الوقت بيضها برضو على التابلت. مش هيحصل المشكله دي لانه ما بيشطبش، فالتابلت هتبقى زي طول ما هي زي الورق، فاحنا لو حصل بينهم فرق هنعتبره طالب اتلخبط وهنديله حقه بالمقارنه بين الاثنين. عشان كده بقول لهم هي تامين للطالب الكويس، وبنبعت انذار للطالب اللي ناوي يستغل الحته الزياده دي في التحايل بس.